كده يعني تدعكي كده يعني تعملي كده من غير براشز مثلا كده. شدوه فعلا. يلا بينا نجرب في الفيديو ده اغرب حاجه للتجميل بتاعت التيك توك، بس اللي انا اعرف نطلع بيها قدام الناس مش زي الهيد باند دي اللي كنا بنطلع بيها زمان، بس خلاص ما عادتش موضه. انا اتمنى انها ترجع موضه تاني. قولوا لي رايكم في الكومنتات واعملوا لايك وعملوا سبسكرايب، هتلاقوا حاجات كتيره جدا جميله جدا تفيدكم. واول هاك او اول بيوتي هاك هنشوفها هتعمل بيرسينج من غير بيرسينج يعني بتاع الحواجب ده. جابت طب يلا نعملها. جابت البتاع دي، جابت اللي هو البتاع اللي موجود في كل مكان ده، وجابت الملقط، بس انا مش عايزه اعمل الملقط، انا عايزه اعمل بايدي. ماشي، المرايه فين؟ المرايه بتاعتنا الجميله. وهاخد البتاع كده ونشوف هتنفع ولا ايه. الجواهر دي انا بحبها جدا، بحب اعملها على المناخير، بس انا هعمل كده. ايوه تصدقوا نفعت. هي بتتلزق بس يعني اصلا بتروح مع الوقت، بتروح بسرعه جدا. عايزه مثلا ايه خروجه بالليل في التجمع كده، او في زايد او في الزمالك او في السخنه، خروجه كده روشه. طبعا انا يعني مش عامله شعري المره دي، انا سايباه كده شعري عشان تعرفوا ان شعري كيرلي عادي، او شعري يعني مموج اصلا مش عاملاه، بس عاملاه في الفيديوهات بتاعه بلاي ليست الشعر. مش راضيه تيجي. هتيجي؟ لا انا هعملها بايدي احسن. ايه ده منظر بيرسينج ده؟ لا لازم تكون قريبه منها كده صح؟ ايه شكلي عامله بيرسينج ولا لا؟ ولا ما نفعتش معايا؟ قولولي قولولي في الكومنتات، بس هي ظريفه يعني. دي اول حيله. تاني حيلة هنشوف بقى. اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب وهتشوفوا حيل تاني. هي بتقول ايه ده؟ هي بتقول السر في ان احنا ان يبقى شكل الفاونديشن فلاولس كده وجميل، ان هو ان انت تعمليه بايديكي. زي يعني حتى الكومنتات على الفيديو زي جدتي وزي تيتا و... فانا هجرب تعملوه ان اعمله بايديا. نجرب يعني هنشوف. انا هحط شويه على صوابعي كده ونشوف. انا يعني مشكلتي دايما مع الفاونديشن انه ما يعني ساعات كتيره بيبقى تقيل على بشرتي. هحط كده، بس انا مش عايزه احط كتير قوي كده. هي بتقول لك تتعاملي معاه كانه كريم مرطب فلاولس كده، يعني تدعكيه كده يعني تعمليه كده من غير براشز مثلا كده. اوه شدوه فعلا. طبعا الفيديو اللي فات كنت بعمل مكياج الجامعه، بس انا يعني مكياج الجامعة، بس انا يعني مسحت الجزء ده، سبت العينين بس، سبت ميك اب العينين اهو. تعالوا نجربه هنا. انا بقول امسح الروج، انا بقول امسح الروج ليه بقى؟ امسحه كده بالفرشة كده ليه؟ عشان هنعمل الهاك اللي بعدها. ايه اللي انا عملته ده؟ انا همسح الروج عشان اشوف الفلولس ده هيبقى عامل ازاي. وانا فعلا يعني ساعات لما كنت بعمل الفاونديشن كده زي كريم مرطب كان ساعات كتير بيبقى حلو، ساعات لا. قولوا لي في الكومنتات فلولس فعلا ولا ايه. ايوه يعني شكله ناتشورال اكتر. هي عملت القلم كده فاونديشن حلو،
فاونديشن حلو. هجيب القلم ده من فيلارمار اللي هو قلم الشفايف ده او قلم العيون يعني ينفع الاثنين. هي عملت كده حلو قوي حلو قوي قوي. انا بالنسبه لي I'm satisfied يعني حلو عجبني. رايكم ايه؟ انا بس عايزه امسح كده اللي بيعملوه ده. حلوه شكلي غريب قوي بالبيرسينج والهيد باند والحاجات الغريبه دي. ربنا يستر ربنا يستر من الكومنتات. قولي في الكومنتات ايه الدنيا بس ظريف يعني حلو. تعالوا نشوف الهاك اللي بعدها. الفيديو ده هعمله لكم غالبا على جزئين عشان الوقت بتاع الفيديو ما تجيلي الستيك كده على ايديكي كده. بتحطي على البراش. فين البراش؟ فين البراش بسرعه؟ تعملي كده تعملي على البراش. ممكن تحطي على البراش نفسها كده اهو. انا حطيت هنا على ايديا زي ما بتقول وحطيت على البراش وتقول لك سبراي ذا براش يعني سبراي بالميك اب فيكسر او بالسبراي ميك اب يعني اهو. تايم تحطي كده تاني حاسه ان البتاع ده هينجح 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 هينجح. بتعملي ايه بقى بعدها؟ يعني هي اصلا ما تعمليش الكونتور لايك ذات يعني بتقول لك ما تعمليش كونتور لايك ذات كده لانك هتفشلي في البلاندنج بتاعه. لما بتعملي بلاندنج ما بتعرفيش المستاد ده. انا همسحه عشان انا مش جنب البيوتي بلندر دلوقتي. تمام بدور على الفرشه دي وهي في ايديا. مين بيعمل كده؟ مين بيعمل زيي كده؟ بدور عليها في ايديا. هتعملي كده حلوه هتبين ان هي لافتنج وسموز. بس انا يمكن عشان يعني اهو نشيل بقى الهيد باند. ماشي شكرا 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 كده كله يهون. يعني بدل ما تعملي وتدمجي وتبهدلي نفسك في الدمج تعملي كده. الهاك دي عجبتني بس انا بس محتاجه ايه ان انا اخففها شويه. يعني هتبلند على ايديكي هتحطي الكونتور على ايديكي تمام وتحطيها على البراش وتعملي الفاكسنج سبراي وتعملي كده اللي فوق فبتديكي شكل فلاورس اكتر او لافتنج اكتر. حتى هنا كمان في البتاع ولا شكلي مضروب بالقلم ولا ايه؟ انا هديها شويه. احنا بنجرب مع بعض يعني. ايه رايكم حلوه ولا ايه؟ همسح بقى كل ده علشان يعني هنشوف هاك تاني. يعني هنشوف هاك للشفايف هاك للفاونديشن نفسه ازاي تظبطيه. هاكات كتيره يعني حاجات كتيره في الهاكس. لايك سبسكرايب والحاجات الجميله دي. وليه رايك في الكومنتات ايه احلى هاك عجبتك؟ البيرسينج. انا البيرسينج عجبتني بس محتاجه ان انا اقربها شويه. البيرسينج عجبتك ولا ال الفاونديشن الفلاولس ده ولا ايه؟ اغسل وشي بقى كده عشان الحاجات الحكايه محتاجه بشره مش موجوده فيها اي ميك اب خالص. رحت اغسل وشي ورجعت لقيت المايك فاصل.
يعني انا قلت كل ده والمايك كان فاصل اصلا، فانا عملت لكم فويس اوفر. الهاك دي حلوه، واصلا برودكت ده عندنا في الشركه وسعره مش غالي خالص، حلو قوي للشفايف، خصوصا البنات اللي شفايفها بتشقق والشفايف اللي هي دايما ناشفه كده. الليب ماسك ده حلو قوي وبيرطب وبيشيل الجلد الميت منها اصلا. بعد كده بتحطي الليب اويل، هتشوفوه انا بحطه ازاي في الفيديو، وهتشوفوا اصلا النتيجه بتاعت الهاك دي. انا الهاك دي من اكتر الحاجات اللي عجبتني بعد البيرسينج. يعني هتاخدي طبقه كده زي البنت ما عملت، لازم نعمل زيهم، لازم نقلدهم. هتاخدي طبقه وهتفرديها على شفايفك، حاولي فرديها كبيره، طبقه سميكه عشان تعرفي تشيليها. كل ما بقت رقيقه كل ما شيلها هيبقى صعب، كل ما بقت سميكه كل ما هيبقى احسن. وسعرها مش غالي يا جماعه، مش غالي خالص. جبت الفرشه بتاعه الميك اب اللي بنفرد بيها عادي كده خالص، بتفردي على شفايفك، ده الصح، دي الطريقه الصح. طبعا شفايفك ما تجريش، يعني تكون مغسوله على الاقل، ما تكونيش لسه واكله حاجه يعني، فهتبقى حاجه كويسه. ممكن تعملوا لايك، لا يعني يوصل حد الفيديو ده يقول لي ان هو ان هي بطله وان هي عسل وان هي قمر، وتعمل سبسكرايب وتتكلم في الكومنتات كده، تتكلم معايا، ارغي معايا كده. عايزه اقول لكم نتيجه الماسك ده حلوه جدا، ولسه فيها كتيرة حلوة، بس انا هحذر منها البنوتات الصغيرة شوية. هنا بصوا بعمل ايه، بتوزعيها، يعني بتوزعي كذا طبقة اهو، بصوا حتى شايفين عاملة ازاي في شكل الشفايف. عايز اقول لكم متوفر بيها منها بطعم الكريز، وهي طعمها حلو اصلا، ومش خطر ان هي يعني تيجي على سنانك او كده، مش هيكون خطر. بجيب المرايه الثانيه عشان اظبط، بتحاولي تظبطي لان هي بتطبع على الشفايف وبتدي لون. قولولي في الكومنتات اسلوبي كده، يعني حاسه ان هو بدا يبقى فريندلي شويه، مش يطلع من الحته العلميه شويه ويقرب كده مننا، يعني يبقى عسل كده. وانا حاسه ان انا يعني بدات اهو يعني شويه، يعني انا ساعات كتير ببقى جد، يعني دايما لما اكون حاسه ان انا هتكلم قدام حد كده، يعني في مؤتمر، في 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 محاضره، في اي حاجه، بحس ان انا باخد صوت الجد كده والصوت التخين ده واتكلم مصطلحات علميه. ده بيبقى غصب عني والله، ده شغلي بقالي سنين سنين، فغصب عنك انت شغلك بيطبع عليك. حبيت انا اعمل لكم الفيديو ده بتاع الهاك دي، لقيت الناس كتيره بتعمله وبتعمله بشكل صح جدا، وطبعا تحياتي لكل اليوتيوبر البروفيشنال اللي بيعملوه. وقلنا ننقله بقى للناس، ننقله نعمله باسلوبنا، نعمله بطريقتنا، نعمله بالادوات بتاعتنا، نعمله بنفسنا. ليه لا؟ وانا بشجع كل بنت تعمل الحاجه اللي من غير تقليد طبعا، تعمل الحاجة اللي هي بتحبها بطريقتها وبأسلوبها. انتي أسلوبك ممكن يكون مميز والناس تحبه أكتر من أي حد في الدنيا، وأنا يعني حب الناس ده هيبقى حاجة جميلة. هنيجي بقى على الهاك اللي بعدها، ودي أنا بحذر منها ومش عايزة أي بنت تعملها تكون صغيرة أو أي بنت تكون إيديها بترتعش. هي بتجيب المسكرة وبتجيب الملقاط، وطرف المسكرة كده بتعمل يعني بتقرب الرموش من بعضها. انتوا هتشوفوا النتيجة دلوقتي، هحاول أقرب لكم الفيديو. انتوا هشوفوا النتيجة دلوقتي. بصوا يا جماعة، البنات اللي بتتواصل معانا على الواتس، انتوا ناس عسل جدا وبنات ذوق قوي. ابعتولنا المشكلة اللي عندكم واللايف ستايل بتاع حياتكم، مشكلة في البشرة والشعر، واحنا هنحلها لكم ان شاء الله، ونقولك احسن منتج ايه وازاي يوصلك. حتى لو المنتج مش عندنا احنا بنعمل ده مساعدة، حتى لو المنتج من صيدلية هنقولك المكان اللي ممكن تجيبي، لان انا بحتاج الصيدليات كتير في حاجات كتير، اقول لها تاخد فيتامينز مثلا معينه، او تاخد حاجات معينه، تستعمل حاجات معينه عشان تكمل العنايه الشخصيه بتاعتها. الفيديو ده اغلبه هاك للميك اب، بس الميك اب عمره ما هيبقى حلو عليكي غير لما بشرتك تكون جميله مترطبه صحيه على قد ما تقدري، رموشك طويله او كويسه، حواجبك متساويه، شفايفك ناعمه، الكلام ده كله. فاحنا بنحاول ان احنا نبقى حلوين، احنا اصلا حلوين غير حاجه، وكل بنت كل بنت في العالم جميلة من غير اي حاجة. شوفوا بقى هنا، يعني انا ليه بحذر منها، لانك انت ممكن ايديكي تترعش وغصب عنك الملقط يدخل في عينيكي، فانا بحذر منها، وهي خطر بصراحة. معلش لان انا بعمل فويس اوفر، بس الفويس اوفر ده يعني عايزه اقول لكم على حاجة، انا اصلا يعني حبيت الفويس اوفر ودخلت في المجال ده. اهو شوفوا الشكل، هي عملت شكل حلو، سعاد حسني في نفسها كده يعني من قريب حلوة، بس يعني عشان تتقنيها لازم تكون متمكنة جدا، وايديكي مش بتترعش ومش بترمشي حتى، علشان البتاع ما يخشش في عينيكي. اهو شوفوا من قريب شكلها حلو جدا، ووسعت العيون جدا، فهي حلوة.
خدت فويس اوفر كورس، يعني قالوا لي ان صوتك مميز بس مع انه هو بايظ النهارده، بس قالوا لي صوتك مميز وكده، فقلت ماشي ان يعني نتعلم. وتعلمت اعمل بقى الاعلانات والليب ماسك، الليب ماسك المسكره، الكلام اللي هو بتاعت طريقه الاعلانات ده، فاونديشن رايت كده، الحاجات الجميله دي كنت بحبها قوي. وطريقه الروتانا سينما مش هتقدر تغمض عينيك ابسولوتلي الحاجات دي كنت بحبها. نطلع بقى الليب ماسك بقى نقشره كده، هنقشره تقشيره انا يمكن عشان ما حطيتش طبقه كبيره فكان تقشيره صعب معايا. بتقشريه، بصي حتى اللون عامل ازاي، زي القمر بيبقى لون شفافك وردي. هتحطي بعدها الليب اويل، عندنا الليب اويل من انتاج الشركه وفي حاجات كتيره جدا موجوده. بس قولوا لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه عجبتكم بجد في الفيديو. يعني انا يعني قلت اعمل الفيديو بشكل جديد، اطلع من فكره الدكتوره اللي لابسه بلطه ابيض دي وتتكلم في علم وبشره وعناية بشره كده، للبنوته العادي اللي هي بنت عاديه بتعمل ميك اب بتعمل سكين كير والحاجات بتاعتنا دي. ايه اكتر حاجه عجبتكم البنات اللي متابعيني؟ انا عارفه ان عدد المتابعين مش كتير دلوقتي، يمكن لما تشوفوا الفيديو يكون عدد المتابعين زاد قوي. انا كان عندي قناه مقربه على 30,000 يعني، يلا مش مشكله بس حد طمع فيها، لان انا كان ايميلي معروف طبعا ودي غلطه انا غلطت فيها، فخلوا بالكم. شايفين اللون تحفه 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 تحفه، بتدي لون حلو قوي للشفايف. انا هنا بقول لكم شايفين اللون، يعني انا زعلت. عايز اقول لكم الفيديو الجاي جزء منه مش كله هيبقى فويس اوفر، جزء صغير منه، جزء منه هيبقى روتانا السينما كده، هيبقى اهو حطيت الليب اويل ده هيدي لمعه حلوه ويحبس اللون او يخليه يحافظ على اللون طول اليوم. فانت ممكن تعمليها مرتين في الاسبوع، اللون حلو بجد. وممكن تحطيها بقى يعني كاموفلاش كده او لون اساسي، يعني تبقى لون اساس، لون شفايفك اساسي لونها احمر، فانت كده ممكن تديكي لون حلو بصراحه. بس فانا هنا بقول لكم كده، وعمال اقول لكم اعملوا سبسكرايب. انا زعلانه والله، لان انا عملت الفيديو كتير وتعبت فيه ولقيت اتفاجئت ان الصوت مش موجود تقريبا. لما اتحركت رحت اغسل بشرتي وجبت بقيه الادوات بتاعه الهاك اللي باقيه عشان في حاجات كتيره جديده. المايك اتزحلق بقى ولا فصل ولا ايه مش عارفه. انا بحب اتكلم معاكم بالمايك عشان الصوت يبقى كويس وواضح، واتمنى يعني ان الاضاءه تبقى حلوه والمايك يبقى حلو والفيو يبقى حلو وكل حاجه تبقى حلوه. انا مش عارفه بقول ايه بجد، انا مش عارفه بقول ايه، بس يعني اكيد بقول حاجه حلوه، يعني اكيد بقول حكم. يلا سلام.